أنيس الخميسي فنان مهرجانات عروسات ولا سهريات؟ هذيك شوف بربي جاب لك حاجة بربي توا تقول لي مهر هو فما فنان ما يغنيش عروسات؟ سميني سميني فنان. لا ما فما فنان مختص أكثر. لا لا يعيش بدرجة أولى من العروسات. ما فماش مش حكاية مختص أكثر. تلقاه فنان غالي برشا. تلقاه مثال يا أخو 40 مليون و 50 مليون. ما ينجمش يكون على بورتين دو المات. فهمت باش يجيبوه في عروسات. أما يخدم عروسات هي أم كلثوم الله يرحمها راهي خدمة عروسات. عليا الله يرحمها خدمة عروسات. أم كلثوم خدمة عروسات. هي سيسيور راهي خدمة عروسات. متأكد غنية. متأكد راهي تنجم تكون غنت غنية. فك التاريخ هذاك. باهي. فهمتني؟ عبد الحليم عبد الحليم خدم حفلات خاصة. وفي تونس مش حتى البر اي دونك يجي لك حاجه ما فهم يجي لك حاجه نحنا سوقنا في تونس عروسات بالاساس عروسات خليك تبع على شكون انت تو يقول لك عربني بربي شنو هي عربني هذه هسه يا اخي سب هذه يا اخي شنو سامحني اما خير عربني ولا مجرم ولا سارق ولا نختصب في الاطفال جاوبني وليت كلمه عربني كاني تهمه كلمة هي سيدي عربني به اوكي ومن بعد نحنا سوقنا في تونس بالاساس هي عربن ثم مهرجانات والمهرجانات موسميه يا اخي مهرجانات على طول العام هي تيما معروف المهرجانات في الصيف وفي رمضان ولا انا غلط قل لي كان لا صحيح قل لي كان غلط قل لي وحفلات هذه هي معروف اكثر نتاع مش عروسات سهريات وفما مطاعم اي تغني اكثر في المطاعم هذا انا بالنسبه لي انا المطاعم انا عندي اكثر توا من 15 ولا 20 سنه ما غنيتش في مطعم والمطعم راه مدرسه راه لانه يعلمك يعلمك الناس اش تحب يعلمك كيفاش تقف يعلمك الجرأة معناها في بارتي معينه كان بالنسبه لنا مرحله وتعديت اختيار مني اختيار مني لا اختيار مني انا ما عادش نحب نغني في المطعم.